خلينا نبتدي ونتكلم عن الورد البلدي، مش بس لانه الورد المفضل ليا، لا لانه الورد البلدي له سمات كده تخصه هو لوحده. اولا في انواع من الورد البلدي، بس انا هتكلم على الورد الجوري، الورد الدمشقي، الورد الشامي. دي ورده معروفه في العالم بالاسم ده، الورده الدمشقيه او الورده الشاميه، نوع من انواع الورد البلدي. صبحه وريحتها جميلة زي صوت ضيفتنا. لما تعرف مواصفات النفسية أو الحاجات اللي بتوحي بيها الوردة الجورية الدمشقية، هتلاقي فيها الأمل، فيها الثقة، فيها البساطة، وده كله ينطبق على صوتها. الوردة الدمشقية دي تلاقيها في أفخم القصور وفي أبسط البيوت، وصوتها كده بالظبط. صحبة الوردة الدمشقية ممكن تكون معاك في مناسبات كتيرة جداً، مناسبات ضيقة تخصك أو جواك، أو مناسبات عامة يكون فيها ناس كتير وصوتها كده يكون معاك أحياناً في أحلام، في وقت شجن، أو في لحظة قوة وأمل أو تمرد أو حتى تهديد. صوتها بالظبط زي الورد البلدي الدمشقي، الورد الجوري. ولما يهل الورد البلدي كل الورد يخاف. بالعربي اللي ما شافش العربي عمره لا عاش ولا شاف، واللي ما شافش أصالة وهي بتغني وسط الجمهور يبقى لا سمع ولا شاف.